في إطار خطة الدولة لمواجهة غلاء الأسعار، قامت وزارة التموين بتوزيع سيارات تابعة للوزارة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في ميدان السيدة زينب وسط إقبال من المواطنين. إحنا كنا بالفعل بننزل العربيات والسيارات المتنقلة البرادات. النهاردة أو من امبارح جالنا تعليمات إن إحنا نكثف العملية دي عشان نوصل لأكبر قدر ممكن من السلع بالأسعار، على الأقل مش هنقول أسعار يعني أقل أو من السوق، لكن تكون أسعار يعني إما ما كانتش زي أسعار السوق ما تكونش أعلى من أسعار السوق. تعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية على أساس محاربة الغلاء. إقبال كبير من المواطنين على شراء تلك السلع لتكون تلك السيارات التابعة للوزارة هي منفذهم في شراء المستلزمات المطلوبة للمنزل، ولكن بأسعار تنافسية للحد من الغلاء الذي يعاني منه المواطنون. موجودين بصراحة، يعني أنا ساكنة في فيصل، عربيات فيصل بردك والجيزة بلاقيهم في كل حتة، وبلاقي بصراحة الناس بتجيب منهم بصراحة حلوة جدا جدا. أسماك، رز، كل الموجود بنجيبه، أسعار مناسبة يعني حلوة. وتبقى الحكومة تسعى لمواجهة غلاء الأسعار عن طريق الدفع بتلك السيارات ومنافذ البيع حتى يستطيع المواطن البسيط أن يجد قوت يومه.